يا رب فرجك يا الله، شو بدي اساوي معك؟ مالي غيرك يا الله، واقع بنص نارين. ويلي امي قربتني، ويلي مرتي وعيالي، ماني عارف شو بدي اساوي. فرجك يا رب، الله يفرجها من عنده يا الله. طفش يا طفش، يا الله يا رب، يا الله يا الله، يا اهل البيت، يا الله يا الله. يا هلا يا هلا بالربع، يا هلا بالشباب، يا هلا يا هلا هلا اخوي. هلا شلونك؟ والله اخبارك؟ والله تمام ان شاء الله خير. الحمد لله بخير، نشكر الله على كل شيء. والله الحمد لله، الرزق طيب وزين، والشغل الحمد لله تمام. الله يعملكم بخير، والله عايشين مثل ما الحمد لله رب العالمين. رب العالمين لا رزقتك بتاخذها الرزق، ايش ما يصير بدك تاخذها؟ اللي لي رزقه اخذها، شنو ما تكون لا تخمل انه رزق اخذ غير رزق. لا غير رزقتك ما تاخذ، لكم بالسماء وما تعلمون. الحمد لله. عرفتك على اخوي محمد. اهلا وسهلا، شرفت بك اخوي، شرفت اخوي. والشاب احمد هم ربيع لنا واخر لنا. هلا بالشباب، زارتنا البركه. الله يسلمك، شرفتكم ونعلومكم. لا حسب الله خبر، والله بهالديار تعرف انت، عند عيالنا ورجل وحال عندنا. الحجاج شلون؟ ما اشوف حدا منهم يا زلمه، شغلت قعدتهم بركه وسوالف. والله الحجاج بركه، بس انت عارف الحجاج اكبر بهالعمر وما لهم غير بعض يعني. اكيد حجاجنا بالخاص ما يتفرجون، كانوا دول لاقيين بعض. عز انت كبير اقعد على هرجه وسالفه وشان يسوون قبل ما يلعبون. ما قاعد يتذكرون الماضي، يقولون يا ريت ترجع قبل قبل حياتنا الصغيرة. تفضل يا اخوي. والله جيناك احنا بطلب. ان شاء الله جاي بيه تروح بيه. والله كنا عند الحجة الواجهة. ايه. من كم يوم انا وعيالي. والله حسيت من حكيها ضايقة من عياله. ايه ان شاء الله. والله يوم. الحجيه ما حجى شيء يعني، ما اعطتنا مباشره يعني، بس تعرف انت لمحت الهجر الحجي يعني، وما هان عليه والله انه شوف خاطره مكسور وما جا حجي معك انت من براتهم. بعد ما الحجي راح تكبير البيت وكبير الله ان شاء الله. وكان مرتك هيك جاي تعيد على امك الفتره هاي تعرف انت يا اخوي، اليوم المره كنا عارف شغل وليلات وطبخة ونفخة والمرة الكبيرة ظلت تنوب على الشغل وعلى الفاضي، على المليان وعلى الفاضي تنوب يعني، ما يعجبها صار عدم يعني اخلاقها صار يعني صعبة، وهاي ما تتحمل كل نهار عجانها واكلها وشرب وغسيل ونفخ، وتجي الحجة زادت تنوب عليها وما يعجبها عدم. شمال كان يا اخوي، ظل مرتك بنت اصل وبنت عرب، وانا عارف رحمت ابوها حيل زين. اكيد الحمد لله. رحمت ابوها من الزلمه الخيرين. والله يا اخوي اذا ما تتحملها ولا هيك هاي العقوب تصير عليك كارثه يعني، مو من مرتك. والله يا اخوي انا مقطوع حديثك، ما اقدر اقول لك يعني. انا اليوم يعني ماني جايب اصلي عندي يومين وثلاث وعشره، صار العمر عندي وعندنا عيال، واليوم بشرها العيال ولا شوف. زاد امي اذا نتحملها شوي، اذا تحملنا شوي اقول لها يما انت خليك بحالك، يوصلك كل شيء اللي عندك، خلاص خليها هي تشتغل هي تساوي، انت قولي على جنب شيء يوصلك كل شيء اللي عندك. ما تقدر الحجه ما تحمل على شيء هذا، واعصابها ما تتحمل ونفسيتها تقول يعني ما مثل انه قبل كانت تاخذ روحها. قد ما كان اخوي من مقطوعنا حديثكم، بس الام تظل ام يعني، مصير مرتك باكر تصير عمه، يصير عندها شنايه. والله يعني تتعب معاها يا اخوتي. والله معك ابوك الان مضحك علي يا اخوي، ربتك يوم انك صغير
وسهرت عليك الليالي. أكيد هذا شيء ما ننظر إن شاء الله. وكل شيء الأم سوته تجي مرتك من قلتهم أخذتك على البارد المستريح كبير ومعزز ومكرر وأخذتك من حد منبر. يعني الأم تضايق أنا اللي سهرت عليه وأني كبرته وأني مع شنو. يعني أحد سهرت على كبرتني وفجرني وصرت وجوزتني وحملتني 9 شهور وهذا كله إن شاء الله أمانة بضوح يوم الدين. بس أنا أقولها هي صايرة أخلاقة ضيقة يعني. يعني ما خلاص يا حاج اقعد على جنب. اشمعكن اقعد على جنب يوصل كل شيء اللي عندك. هاي مره ما تعاندينا كل نهار عجان وصياعات عجان وتعرف انت يعني بارش وزاد النوم ماني على المرض والعزاز. الله وكيلك عندي شيء بعيالي بس بدنا نستحملها. يعني هي الكبيرة لا تواخذني والكبيرة الله أكيد. بعد ما راح أجيكم هي صارت الأب وهي صارت الأم وهي صارت العام وهي الخال. عرفت علي شلون؟ والحمد لله رب العالمين إنه ما بيناتنا ذاك الشيء. يعني ما بين شغلات فاضية بس إنه هاي أخلاقها ضيجة وهاي كل نهار مناقرة وعجال وتعرف يعني هاي شغلة بشيء كبيرة. وانا اليوم يعني لا تخذني والله وقفنا يعني اليوم مين هاي نزاد روح خذ مرة وتقول لك كل نهار انا وين بالعجان وين مدري شو بدك تستحمل بدك تجيكم فكر يلا المهم خلوا معناته الامور منتهية ان شاء الله منتهية ودي تنظير رحيم بيه ان شاء الله. ان شاء الله اهم شيء الوالدة الوالدة ما نعصيك بالوالدة ما تاخذون هم هاي امي ان شاء الله ما نرجع نسمع سؤال والغلط ان شاء الله يتصلح ان شاء الله. الله وما حدا ما سمع انه الغلط ما حدا ما سمع احنا نستأذن منك الريد نقوم نتيسر وين هلا نتعشى نتولى الصور نسهر صار زمان ما شفناكم والله تسلم ان شاء الله يدوم عزاكم والله يحفظكم يا رب ولنا جاي ان شاء الله نتصور اخي والله ما لكم حق يا والله ان شاء الله يلا يلا شرفتم اهلا وسهلا بكم السلام ان شاء الله زارتنا البركه تفضل اخوي تفضل مع السلامة. سلمونا على الحجاج.